أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وخصصت نياتنا لفظا عمم كذا تعم ما لتخصيص فهم. النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام. كم رقم البيت؟ 96. النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام، فمتى ما اختلف نطق اللسان وقصد الجنان فالمعتمد قصد الجنان. فإذا كان النطق باللفظ الخاص والقصد عام فالعبرة بعموم القصد لا بخصوص النطق، والعكس بالعكس. فإذا كان النطق عاما والقلب مخصص فالعبرة بخصوص القلب، ما قام في القلب لا بنطق اللسان. فلو قال إنسان: قدم له طعام، والله لا أكلت طعامك، والله لا أكلت طعامك، لفظه عام في كل طعام ليس كذلك، لكنه بنيته أنه يقصد هذا الطعام، فحينئذ النية تخصص اللفظ العام. فلو أكل طعاما غير هذا الطعام المحلوف عليه هل يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث. لا يحنث. ولو أنك قلت لغلام: والله لا أكلمك، وتقصد بقلبك لا تكلمه ما دام متصفا بالكذب، متصفا بالكذب، فقولك لا أكلمك لفظ عام، وقصدك ما دام متصفا بهذه الصفة خاص، فالعبرة بقصد القلب لا بنطق اللسان. فمتى ما تاب هذا الغلام عن الكذب، متى ما تاب عن الكذب فيجوز لك أن تكلمه. ولو قال رجل لزوجته: والله إن ذهبت لأهلك فأنت طالق، ويقصد بقلبه ما دامت الخصومة بيننا وأهلك قائمة، ثم قدر الله الصلح بينه وبينهم وزالت حظوظ الشيطان ثم زارت أهلها، أعليه كفارة أو عيق عليه طلاق؟ الجواب لا. فإذا يا معشر القضاة والمفتين، لا تحكموا بمجرد سماع نطق اللسان في باب الأيمان إلا بعد أن تنظروا إلى قصد القلب. لو قال رجل: نذر لله علي إن شفى مريضي ذبحت ذبيحة، أطلق ولا خصص؟ لكن كان في قلبه أن يقصد ذكر بط. هذا مثل علشانك، هذا هدية ذكر بط محشي بالفريك، لا يقصد إلا هذا. فهل نحن نحاسبه بعموم لفظه ولا بقصد قلبه؟ بقصد قلبه. فإذا النية أحيانا تخصص اللفظ العام إن كانت خاصة واللفظ عاما، وتعمم اللفظ الخاص إن كانت عامة واللفظ خاصا. وهذه تنفع في باب الإفتاء كثيرا.